السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الابتدائي. النهاردة هناخد مع بعض رياضيات درسنا سنة أولى بعنوان قراءة الأعداد من 61 إلى 80. درسنا بعنوان قراءة الأعداد من 61 إلى 80. طيب تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي إيه. أول حاجة هنتعرف عليها سنة أولى مع بعض هو ركن الرياضيات. أول حاجة هنتعرف عليها هي أيام الأسبوع. اليوم يوم الأربعاء. يوم الأربعاء هو اليوم الرابع من أيام الدراسة. طيب تعالوا كده نراجع مع بعض أيام الأسبوع مع بعض. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. برافو. طيب احنا كم يوما في الأسبوع؟ 7 أيام. 7 أيام. كم يوما نذهب فيه إلى المدرسة؟ 5 أيام يا ميس. 5 أيام. واليوم قلنا يوم الأربعاء. الأربعاء. وغدا يوم الخميس. وأمس كان يوم الثلاثاء. برافو. تاني حاجة هنتعرف عليها هي شهور السنة. إحنا في شهر إيه سنة أولى؟ شهر نوفمبر يا ميس. في شهر نوفمبر. طيب هو أصلا كم شهرا في السنة؟ 12 شهر. برافو 12. طيب تيجي نراجعهم مع بعض. يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. برافو. وإحنا قلنا كم شهرا في السنة؟ 12 شهر. برافو. طيب وإحنا قلنا إحنا في شهر إيه؟ شهر نوفمبر. شهر نوفمبر. طيب بعد كده هنتعرف أهو، تعالوا نقرأ كده مع بعض تاريخ اليوم. النهاردة 17 من نوفمبر 2020. يبقى النهاردة تاريخنا كام؟ 17 من نوفمبر 2020. وإحنا قلنا النهاردة اليوم الرابع من أيام الدراسة. يبقى هنضع كم نقطة داخل إطار ال5 خانات؟ 4 نقاط يا ميس. 4 نقاط. 1 2 3 4. يبقى وضعنا 4 نقاط داخل إطار ال5 خانات عشان النهاردة اليوم الرابع من أيام الدراسة اللي هو يوم الأربعاء. طيب هنضع كم عصا داخل حاوية الأعداد بتاعتنا؟ 4 يا ميس. 4. 4 إيه؟ عصيان. 4 إيه؟ عصيان داخل إيه؟ حاوية الأعداد بتاعتي في خانة إيه؟ الأحاد. طيب هنضع كام دائرة على رقم كام في لوحة المئة؟ رقم 4 يا ميس. رقم 4 عشان إحنا النهاردة اليوم الرابع من أيام الدراسة، فوضعنا على رقم 4 في لوحة المئة إيه؟ دائرة. يبقى طيب تعالوا بعد كده نشوف الساعة الآن، الساعة كام؟ 10:10. 10:10. يبقى تعالوا مع بعض نراجع ركن الرياضيات مرة أخرى. قلنا يوم الأربعاء. يوم الأربعاء. وقلنا كم يوما في الأسبوع؟ 7 أيام. وكم يوما نذهب فيه إلى المدرسة؟ 5 أيام. وقلنا غدا هو يوم الخميس. وأمس كان يوم الثلاثاء. برافو. قلنا إحنا في شهر نوفمبر. في شهر نوفمبر. قلنا تاريخنا اليوم كام؟ 17 من نوفمبر 2020. 17 من نوفمبر 2020. وقلنا وضعنا كم نقطة داخل إطار ال5 خانات؟ 4 نقاط. 4 نقاط لأن النهاردة اليوم إيه؟ الرابع. وضعنا دائرة على رقم 4 في لوحة المئة. وقلنا كمان هنضع كم عصا داخل حاوية الأعداد؟ 4. 4. وقلنا الساعة الآن 10:10. برافو يا سنة أولى. يبقى احنا كده مع بعض عملنا ايه؟ ركن الرياضيات. تعالوا نشوف درسنا النهاردة هو الأعداد من 61 إلى 80. بيقول لي اكتب الأرقام من 61 إلى 80. تعالوا كده مع بعض نشوف الأرقام بتاعتي، هقولها لكم أنا أول مرة. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80. تعالوا كده نشوف مع بعض الأرقام مرة كمان من 61 إلى 80. 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80. برافو يا سنة أولى، يبقى احنا كده مع بعض عرفنا الأرقام بتاعتنا أو الأعداد بتاعتنا من 61 إلى 80. طيب بعد كده يا سنة أولى بيقول لي أكمل بنفس التسلسل. عندي أول حاجة بيقول لي إيه؟ 4 بعديها 14، هو أنا زودت ولا نقصت؟ زودت يا ميس. طيب أنا عايز أعرف أنا زودت كام؟ أنا عندي أول حاجة عندي رقم 4، بعد كده بقت كام؟ 14. طيب يا ترى زودت كام؟ أنا زودت يا سنة أولى 10، يبقى في كل مرة هزود كام؟ هزود 10. يبقى 14، هيبقى نزود كمان 10 تبقى كام؟ 24. 24 وأزود كمان 10 على ال 24 تبقى كام؟ 34. برافو، يبقى أنا عندي 4 14 24 34. قلنا أنا في كل مرة كنت بزود ولا بنقص؟ كنت بزود 10 يا ميس. بزود 10، خلاص برافو علينا. طيب بعد كده 13 23. طيب أنا برضو هنا بزود ولا بنقص؟ بزود يا ميس. بزود. طب يا ترى برضو بزود كام؟ بزود 10. برافو، بزود 10. طيب 13 23، أزود كمان 10 على 23 هتبقى كام بعد كده؟ 33. برافو، 33. أزود كمان 10 تبقى كام؟ 43. برافو، 43. يبقى 13 23 33 43. في كل مرة يا سنة أولى كنت بزود كام؟ بزود 10. برافو علينا يا سنة أولى. بعد كده 10 20، أنا بزود ولا بنقص؟ بزود يا ميس. بزود. طيب يا ترى بزود كام برضو؟ هزود 10 يا ميس. هزود 10، أنا عندي دي كده قدامي عشرات كاملة. طبعا احنا فاكرين يا سنة أولى العشرات الكاملة اللي هي 10 20 30 40 50 60 70 80 90. برافو، 10 20 30 40. يبقى أنا كل مرة كنت بزود كام؟ بزود 10. برافو علينا يا سنة أولى. بعد كده بقى واحدة واحدة مع بعض بيقول لي أكتب بالحروف. جايب لي عندي الأعداد اللي قدامي بالأرقام وعايزني أنا أكتبها بالحروف. أول عدد عندي واحدة واحدة مع بعض. أول عدد عندي أنا هقراه معاكم الأول. عندي هنا 67. يا ترى يا سنة أولى 67 هكتبها إزاي؟ هبدأ أول حاجة بالأحد عندي اللي هو كام؟ 7. طيب تعالوا نكتبها كده بالحروف الأول. ها، سين باء عين تاء مربوطة. كده أنا كتبت عندي كلمة 7. برافو. طيب و60، بعد ما كتبت 7 منساش حرف الواو. حرف ايه؟ حرف الواو. برافو. طيب كتبنا 7 وكتبنا الواو، هنبدأ بقى بخانة العشرات اللي هي عندي 60. هكتب 60 ازاي؟ سين تاء واو نون. يبقى عندي الرقم كله على بعضه كتبته بالحروف 67. يبقى 67 كتبناه ازاي بالحروف؟ سين باء عين تاء مربوطة 7 و سين تاء واو نون و60. 67. برافو. يبقى انا ببدأ في قراءة الأعداد بالأحاد وبعد كده ايه؟ العشرات، ومنساش حرف الواو. طيب تعالوا انت بقى لوحدك بقى تقري لي الرقم اللي بعد كده. ده يا ميس 73. برافو، 3 في خانة الأحاد هتبقى 3، وعندي 7 في خانة العشرات اللي هي كام؟ 70 يا ميس. طيب تيجي نكتبها مع بعض ونستهجها مع بعض بالحروف. ث لم ألف س تاء مربوطة 73 س ب ع واو نون 73. برافو، قلنا ما ننساش حرف الواو عشان ايه؟ عشان نعرف نكتب الارقام بتاعتنا. يبقى 73 س لم الف س تاء مربوطه و 70 س ب ع واو نون 73. طيب هقرا لكم الرقم اللي بعد كده 78. يلا نشوفها بتتكتب ازاي بالحروف. س ميم
مادة ألف نون ياء تاء مربوطة ثمانية و سبعون سين باء عين واو نون ثمانية و سبعون. برافو، ثمانية وسبعون. هستهجها تاني معاكو، ساء ميم مد ألف نون ياء تاء مربوطة، وبعد كده قلنا ما ننساش حرف الواو، وكلمة ايه بعد كده؟ السبعون. سين باء عين واو نون. تعالوا نشوف بعد كده الرقم اللي بعد كده، عندي رقم كام؟ ثمانون. برافو، ثمانون. صفر وجنبها ايه؟ ثمانية، يبقى ثمانون. طيب تعالوا كده نشوفها ازاي بتتكتب بالحروف. ساء ميم مد ألف نون واو نون ثمانون. برافو، ثمانون. ساء ميم مد ألف نون واو نون ثمانون. يبقى تعالوا مع بعض كده نقرا أول رقم تاني، ده كام؟ سبعة وستون. وتاني رقم عندي؟ ثلاثة وسبعون. وبعد كده الرقم اللي بعد كده؟ ثمانية وسبعون. والأخير؟ ثمانون. برافو، علينا سنة أولى. تعالوا بعد كده بيقول لي ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. عندي أول رقم، تعالوا نقرأ كده مع بعض واحدة واحدة، سبعة وخمسون. الرقم اللي جنبه ستة وتسعون. طب أنا عايزة أعرف مين فيهم اللي أكبر، هعمل إيه؟ أنا عندي الأرقام ديت بتتكون من أحاد وعشرات، طيب هعمل إيه عشان أعرف مين الأكبر؟ هبص يا سنة أولى على خانة العشرات في الأرقام اللي عندي. عندي أول رقم اللي هو 57، كم في العشرات؟ 5 يا ميس. برافو، 5. والرقم اللي جنبه كم في العشرات؟ 9 يا ميس. طيب مين اللي أكبر، الخمسة ولا التسعة؟ لا، التسعة يا ميس هي اللي أكبر. يبقى الستة وتسعون هي اللي إيه؟ هي اللي أكبر. يبقى 57 من وستة وتسعون، مين فيهم اللي أكبر؟ الستة وتسعون يا ميس. برافو. تعالوا بعد كده نشوف اللي بعد كده، 15 + 2. والناحية التانية كاتب لي 15 - 2. قبل ما أحل يا سنة أولى لازم أحل المسألة بتاعتي. طيب تعالوا كده، أول حاجة أنا لازم أجمع 15 + 2، هجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات. طيب تعالوا نجمع الأحاد مع الأحاد، 5 + 2 كام؟ 5 + 2 يا ميس 7. طيب عندي في خانة العشرات هنا واحد، في حاجة قصادها؟ لا يا ميس مفيش، هينزل الواحد زي ما هو. يبقى 15 + 2 الإجابة عندي كام؟ 17. برافو. تعالوا نحل الناحية التانية، 15 - 2. تعالوا كده نحلها برضو، الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات، 5 - 2 كام؟ 3 يا ميس. 3، وقلنا الواحد في خانة العشرات مفيش حاجة قصاده في الناحية التانية، هينزل زي ما هو. يبقى الإجابة عندي 15 - 2 كام؟ 13. طيب احنا خلاص حلينا المسألة بتاعتنا سنة أولى، تعالوا نشوف بعد ما حلينا المسألة بتاعتنا والأرقام طلعت عندي، عندي 17 - 17 وعندي 13، يا ترى مين اللي أكبر؟ هنبص زي ما قلنا على خانة العشرات، عندي في خانة العشرات هنا كام؟ 1 يا ميس. وفي 13 كام؟ 1 برضه يا ميس. ايه ده، دول الاثنين شبه بعض، طب هعمل ايه؟ هبص على خانة الأحاد بقى يا ميس زي ما حضرتك قلت لنا. هنبص على خانة الأحاد، برافو. عندي في خانة الأحاد هنا كام؟ 7. وهنا الناحية التانية؟ 3. مين اللي أكبر؟ 7 يا ميس هي اللي أكبر. يبقى 17 أكبر من 13. برافو علينا سنة أولى. بعد كده عندي هنا كام؟ 80. والناحية التانية؟ 8. 8 بالحروف، وهنا عندي 80 بالأرقام. طيب مين اللي أكبر، الثمانون ولا الثمانية؟ الثمانون يا ميس هي اللي أكبر. برافو، الثمانون هي اللي أكبر من الثمانية. طيب بعد كده عندي هنا كام؟ 55. والناحية التانية؟ 55 يا ميس بس هنا بالحروف. ايه ده، دول شبه بعض، هنا 55 بالارقام والناحية التانية 55 بس ايه بالحروف. يبقى احط علامة ايه؟ هحط علامة يساوي يا ميس. هحط علامة يساوي، برافو علينا سنة اولى. يبقى عندي تاني مع بعض، 57 اصغر من 96. وقلنا 17 اكبر من 13. ها، والثمانون اكبر من 8. و55 بتساوي 55 يا ميس بالحروف. برافو علينا يا سنة اولى. بعد كده بيقول لي اكتب العدد المحصور بين 68 و70. يعني ايه سنة اولى العدد المحصور؟ يعني في عدد ما بين 68 و70 مش موجود، انا عايز اعرف ايه هو العدد ده. هو معنى كلمة العدد المحصور يعني العدد الغير موجود بين 68 وايه و70. طب يا ترى ما بين 68 و70 العدد كام؟
69. برافو، يبقى العدد المحصور بين 68 و70 هو العدد 69. يعني معنى كده يا ميس ان العدد المحصور هو العدد اللي بيقع في النص ما بين الرقمين. برافو، هو العدد الواقع في النص ما بين 68 و70. برافو علينا. طيب بعد كده، طيب هنحل دي مع بعض كمان. اكتب العدد المحصور بين 64 و66. قلني عن العدد المحصور الواقع ما بينهم يا ميس، يبقى اللي بعد ال 64 64 65. برافو، يبقى العدد المحصور بين 64 و66 هو كام؟ هو ال 65 يا ميس. برافو، ما بين ال 64 وال 65. طيب تعالوا نعيدها مع بعض مرة كمان. العدد المحصور بين 68 و70 كام؟ 69. والعدد المحصور بين 64 و66 كام؟ 65. برافو علينا سنة أولى. بعد كده يا سنة أولى بيقول لي اكتب العدد التالي. يعني ايه العدد التالي؟ يعني العدد الذي بعده. يعني العدد التالي العدد الذي بعده. انا عندي اول رقم ده سنة أولى، رقم كام؟ مين يقرا معايا؟ انا يا ميس. 79. برافو، 79. عايزة العدد التالي لتسعة وسبعون، يعني العدد الذي بعده. العدد اللي بعد 79 كام؟ 80. برافو، 80. هكتبها ازاي؟ صفر وجنبها ايه؟ صفر يا ميس في خانة الأحاد، والثمانية في خانة العشرات. برافو، يبقى العدد التالي 79 كام؟ 80. طيب تعالوا نشوف العدد اللي بعد كده اللي قدامي كام؟ 63. 63. يا ترى يا سنة أولى ايه العدد التالي لثلاثة وستون؟ 64. برافو، 64. هكتبها ازاي؟ 4 يا ميس في خانة الأحاد، والستة في خانة العشرات. برافو يا سنة أولى، يبقى احنا خدنا مع بعض دلوقتي العدد التالي، يعني العدد الذي بعده. قلنا العدد التالي لتسعة وسبعون هو كام؟ 80. والعدد التالي لثلاثة وستون كام؟ 64. برافو يا سنة أولى. هنتعرف على بعد كده حاجة تانية، بيقول لي اكتب العدد السابق. احنا قلنا التالي يعني العدد الذي بعده، طيب السابق عكسه يا سنة أولى، يعني العدد الذي قبله. طيب هجيب العدد الذي قبله ازاي؟ انا عندي رقم اللي قدامي ده كام؟ 65. يا ترى يا سنة أولى ايه العدد السابق ل 65؟ يعني العدد اللي قبله. العدد السابق ل 65 كام؟ 64. برافو، 64. طب 64 بتتكتب ازاي؟ 4 يا ميس في خانة الأحاد، وستة في خانة العشرات. برافو، يبقى العدد السابق ل 65 64. طيب بعد كده الرقم اللي بعد كده 70. ايه العدد السابق او العدد الذي قبل 70؟ 69. برافو، 69. بتتكتب ازاي؟ 9 يا ميس في خانة الأحاد، والستة في خانة العشرات. برافو يا سنة أولى، يبقى قلنا مع بعض إن العدد التالي هو العدد الذي بعده، والعدد السابق هو العدد الذي قبله. وقلنا العدد السابق ل 65 كام؟ 64. والعدد السابق ل 70؟ 69. برافو يا سنة أولى. بعد كده سنة أولى بيقول لي أجب مع عادل 65 جنيها. مع عادل كام؟ 65 جنيها. اشترى كتابا بمبلغ 13 جنيها. عادل كان معاه 65 جنيها، راح اشترى كتابا بمبلغ 13 جنيها، فكم تبقى مع عادل؟ يعني هو كان معاه 65 جنيها، اشترى كتاب بمبلغ 13 جنيها، انا عايز اعرف اتبقى معاه كام. هجمع ولا اطرح يا سنة أولى عشان اعرف الباقي؟ لا يا ميس هنا هطرح. هطرح عشان اعرف الباقي، هطرح. يبقى لما الاقي كلمه تبقى اعرف ان انا ايه؟ دي من الفاظ الطرح يا ميس زي ما حضرتك قلت لنا. برافو، يبقى هطرح. يبقى ما تبقى مع عادل، انا كده حطيت التمييز الاول. يبقى اي مساله لفظيه او اي مساله كلاميه اول حاجه بعملها اللي هو ايه؟ حط يا ميس التمييز الاول اللي هو ايه؟ الباقي او ما تبقى مع عادل. طيب اول رقم عندي اللي هو انا طبعا هطرح، يبقى هبدا بالرقم الكبير احطه الاول اللي هو رقم كام؟ 65 يا ميس. برافو، 65. 65 ناقص كام؟ هطرح منها يا ميس ال 13 اللي هو اشترى بيهم الكتاب. برافو، طيب هطرح ازاي؟ هطرح الاحاد من الاحاد والعشرات من العشرات. طيب تيجي نطرح مع بعض الاحاد من الاحاد.
خمسة ناقص ثلاثة كام؟ اثنين. برافو. وستة نطرح بقى العشرات من العشرات، ستة ناقص واحد خمسة، يبقى الإجابة عندي 52. وما انساش أهم حاجة يا سنة أولى، التمييز الأخير أو التمييز الثاني اللي هو كلمة إيه؟ جنيها. برافو. يبقى ما يتبقى مع عادل، طرحنا 65 ناقص 13 هيساوي قلنا اتبقى معاه كام؟ 52 جنيها. جنيها. برافو يا سنة أولى. بعد كده يا سنة أولى بيقول لي ارسم 7 دوائر واشطب على 3 واكتب الناتج. يعني انا عندي هيبقى قدامي يا سنة أولى 7 دوائر زي قدامنا، وتيجي نعدهم. هنرسم يا ميس بقى 7 دوائر، 1 2 3 4 5 6 7. كده يا ميس رسمنا 7 دوائر. دي كده أول خطوة، رسمنا 7 دوائر. تاني خطوة عندي قال لي ايه؟ اشطب على 3. اشطب على 3، تيجي نشطب مع بعض على 3 اهي، 1 2 3. طيب انا شطبت على 3، انا كان معايا 7 وشطبت على 3، هو انا كده زودت ولا نقصت؟ لا يا ميس كده انا نقصت. يبقى انا كده عملت عمليه طرح، كان معايا 7 نقصت منها 3، اتبقى معايا كام دائره؟ اتفضل معايا يا ميس 4، نعدهم بقى 1 2 3 4. يبقى انا عندي 7 ناقص 3 او السبع دوائر اللي انا شطبت منهم 3، اتبقى منهم كام دائره؟ 4. 4 دوائر. برافو. يبقى 7 ناقص 3 يساوي 4. برافو علينا يا سنه اولى. جمع عدنا سنة أولى مع سؤال المتفوقين، تعالوا كده نقراه مع بعض. أكمل بنفس التسلسل 79 69. هقرا لكم السؤال مرة كمان. أكمل بنفس التسلسل 79 69، وبعد كده نقط نقط. وبكده يا سنة أولى يكون درسنا انتهى النهاردة.